معنا للا وفاء من مدينة وردات. مرحبا للا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمي الدربي، كي داير لاباس؟ مرحبا بك للا وفاء، مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا، تفضل. عمي الدربي، أنا ديجا اسمح لي مرتبكة شوية. مع خوتك الميسرايب شوالك. أنا ديجا هدرت معاك العام اللي فات، وقلت لك عاودت لك على الحالة ديالي، وقلت لي أنا معطوبة من والدي وداك الشيء، وعطيتيني حل، قلت لي أنه نمشي نشوف شي ناس كاين نخدم عندهم في الدار أيه. وقلت لك هذاك النهار، قلت لك تنحزن بزاف. والمشكلة عمي الدربي اللي لقيت هو أنه لقيت ناس لا يعمرها العزمة وما حسن من دارنا وداك الشيء، وكيتعاملوا معايا مزيان، ولكن باقي فيا هذاك الحزن والارتباك والخوف. دابا كتظن الانسان الا خرج من داره وخرج من اهله راه تمزيقه، راه بحال شي حاجه كتشرك من شي حاجه. غادي يبقى دائما الانسان عنده الحنين. لاحظتي هذا الحنين راه فيه الانين، الحنين راه فيه الانين، كيبدا ان تيبقى واحد فيه السخانه. شنو هو الصبر؟ هو تحمل هذه الحاله. راه الانسان راه ضعيف، غادي يبقى يحن الام ديالو، يحن الباه، يحن الخوتو، يحن الحومه ديالو، يحن لصحابو. ولكن بنتي الدنيا ما كتخليش الاختيار. ها الدنيا ما كتخليش الاختيار، كتعطيك الاختيار الدنيا، ما كتعطيكش تختار، تجبر. هي رفع الاكراهات، هي تجبر. دابا هاد الجفاف اللي قاص واحد العدد مناطق ديال المغرب، غادي يبقاو دابا شي مناطق ما غيتسقاوش. هادوك الفلاحه دابا شي واحد مشى يشتغل معاهم على تغيير العقليه. علاش كتكون المجتمع ما تيفكرش؟ والمجتمع ملي ما تيفكرش تيخلق لنا ظروف فيها العصاب. هذاك العقليه العصابيه تيولي مضطرب الانسان، تتولي كتخلق واحد الثقافه معينه اللي غتولد لنا الفسوق. وفي خبركم الفسوق عنده وظيفه، تعاود يرجع للمجتمع يطرق له القبضه ديالو في المواضيع اللي تيخلق العصاب، الى انه الفسيق ما عمره ما كيجيب حل. يحل مشكله بمشكله اكبر. لهذا ملي غادي يفسق عندكم واحد الولد في العائله، راه مشى للفسوق، راه بغى يحل المشكله، تيحلها بمشكله اكبر. اذا انت بنتي وافا، واعيه ولا ما واعياش؟ واش واعيه ولا ما واعياش؟ واش انت واعيه ولا ما واعياش؟ باش زعما بهادشي اللي مزيان. انت دابا عجبتيني، ها ودك خدام عندك، انت عجبتيني. سمعتي المكالمه اللي كانت عندي مع يوسف قبل؟ السيد اللي عنده قرا 31، قلتي له اللاج ديالك اكثر من هذا. لا ماشي لاج، قلت له الطاقه اللي في صوتك ما هياش ديال شاب 31. ما لاحظتيش انه كيطيح ملي كنقول له الجمله؟ كيطيح. لاحظتي الجمله ملي قلت له عندك انتظار اللي كيجعلك طالب في نفسك؟ هو الخبر ما مشاش حطو في الانتظار، طيح كلمه الانتظار ومشى التقط غير المطالبه وجاوب على المطالبه. الجمله راه كانت باديه بالانتظار، علاش طيح؟ واش حيت ما كيردش البال؟ لا، حيت مكبوت. الكبت كيجعل فينا العجله ما كنبقاوش نسمعو مزيان. دابا انت شنو هو اللي شادك في الحنين وفي الالم؟ راه سميتو الكبت. راك مكبوته ابنتي وفاء. شنو فهمتي ملي كنقول لك مكبوته؟ مكبوته يعني زعما عندي شي حوايج لداخل، يعني خاصني نخرجهم، يعني واحد الطاقه لداخل خاصني نخرجها. لا لا، انت برافو عليك، مشيتي من جهه الفعل. انا بغيتك تمشي من جهه الاسم. الفعل انك كتكبت غضب، انك كتكبت واحد الهيجان، انك كتكبت، مشيتي للفعل. دابا مشي نمشيو للاسم. الكبت
هو الوقوف في موضع الخصص. تخيل عندك فيرما فيها الشجر، فيها النوار، فيها الفلاحة، فيها واحد الموضع كتجري فيه واحد الساقية، وانت في هذيك الأرض كلها اللي فيها هذا الخير كله واقفة سامرة حدا القبر ديال أمك، ماتت ما كتحيديش حدا القبر، ومعيطة لي بحدا القبر كتقول لي: أستاذ أنا كنعاني من الحزن، وأنا أمي ماتت، أنا ما غنفيدكش في أمك ماتت، ماتت أنا غنفيدك، غادي نجي عليك تزولي تزحزحي من حدا القبر وتمشي للضيعة ديالك، تمشي للشجر، تمشي للنوار، تمشي للساقية، وأنت ما بغيتيش تحيدي من حدا القبر. هذا هو الكبت. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل عندي. داكشي اللي داز انا عارفه، يعني دمرني في نفسيتي بزاف الحوايج، واخا وانت واقفه حدا القبر، ديما انا لاصقه فيه، وديما ها الضيعه هذه الفيرما ديالك. شوف هو سيد ربي يسر لك ناس، انت وصفتيهم ناس ديال الخير، ياك؟ علاش؟ علاش؟ لانه اللحظه اللي كيحس الانسان انه ما فهموهش اهله، ما عطاوهش الحب اللي يستحق، خصو يطرح سؤال. وفاء خصها تطرح سؤال على نفسها: الى انا جبت القياس وقلت على ان امي ما حبتنيش بالشكل اللي خصني نتحب، هذا القياس هذا شكون اللي حدو باش انا عبرت بان امي ما حبتنيش بشكل كافي؟ هذا القياس هذا كاين اللي كيعبر بالسنتيمتر، كاين اللي كيعبر بالمليمتر، كاين اللي كيعبر بالمتر، كاين اللي كيعبر بالكيلومتر، ياك؟ كل واحد باش كيعبر. الا كنا غنفصلوا سروال ديال عملاق، ما بقيناش غنعبروا بالمتر، غنعبروا بالكيلومتر، حتى هو عملاق فيه 30 متر و 40 متر، غادي تعبر، كتعبر بهذاك العبار ديال العجب. ولا كنتي غادي تفصل ثوب النمله، غادي تعبر بالديزيام ديال المليمتر. لاحظتي الحجم والتي يحدد لك القياس. دابا الحرمان واش عندك الحجم ديالو باش تحدد القياس ديالو؟ واش عارفه قداش؟ غتلقاي راسك دائما غتلقاو دائما كتوصفوا الحرمان ديالكم على اساس انه هائل كبير استثنائي. عرفتي علاش؟ لان القياس ديالو عنوانه لا شيء، اللي كيقيسو هو لا شيء، هو غيان، هو والو. دابا كيفاش لا شيء هو القياس؟ كيفاش لا شيء هو القياس؟ بقى معايا بنتي وفاء؟ انا باقا معاك عمي التريبوا. باش غنعبر القياس اللي انا محروم قدو، خصني ناخذ قياس. قياس ما كاينش في الواقع، ما غنعبروش بالكيلو، ما كنعبروش الحرمان بالطون، ما كنعبروش بالمترو، ما كنعبروش باللتر. باش كيتعبر باللا شيء، واحد الوحده سميتها لا شيء. هنا دابا انا كنتير الفضول ديالك، بغيتك تسولي نقول لي كيفاش عمي لا شيء هو اللي كنعبروا به، شحال حنا محرومين. سولني، تحركي. كيفاش كنعبروا لا شيء؟ وانا ري شحال جامده، وانا ري ببوش اسرع منك يا بنتي وفاء. انا ري مالك تقول لي منين جاتك؟ نعم الحرمان، بس انا اش كنعبروا بلا شيء؟ واش معايا شي واحد حي في التليفون ولا معايا شي واحد ميت؟ وفاء حيه، انا معاك، معايا والحمد لله. صفقي جو كتبغي حيه، ديري ضربه بيدك جوك حيه ولا ميته، ديري تحركي جو، دير. انا راك ميت بنتي، انا ري بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي عندك كيتزوجي دابا، انت الا تزوجت حمقي راجلك، او ترى عندك المخ ديالك كيطفى كيدير ميزون فيغ، تبقى نحركو ولا صوغي باش تبقى الصوره عندك شاعله في ليكرون. كيفاش لا شيء هو القياس الحرمان؟ راه مستحيل هادشي اللي كنقول لك، ياك؟ راه مستحيل. مستحيل واقيلا لا. راه عجيب هاد الكلام، لا شيء هو القياس ديال الحرمان، ياك؟ ملي شي واحد كتكون المرأة مقلقة من راجلها، أو الراجل مقلق من مرته، ولا شي صديق مقلق من صديقه، ولا شي واحد من الحباب مقلق من شي واحد من الحباب، تيقول لك أنا ما باغي منه والو، أنا عاكل ما زوينة،
هاد كلمة زوينة، واش شيء أم لا شيء؟ هاد الكلمة هادي واش شيء أم لا شيء؟ كلمة زوينة شيء يقدر فين هي؟ وريها لي. تقدري ديريها في بواطا، تقدري ديريها في شي حك، تقدر تحس بيها مثلا. أيه، ولكن راها ماشي من الصنف ديال الشيء، راها من الصنف ديال لا شيء. ما معنى لا شيء؟ لا شيء دابا شنو كتعني لك انتيا؟ كتعني لك العدم ياك؟ شي حاجة ما كاينة. شي واش تي لا شيء راه هو لا للشيء، لا للشيء. راه لا للشيء، راه بحال اللي كنقولوا نعم للشيء وكنقولوا لا للشيء، بمعنى نعم نأبى ولا لا نأبى. إذا شفتي الكلمة راه لا للشيء، أنت هي عطالة على شيء أو واقفة على لا شيء؟ أنت علاش واقفة؟ أنت علاش عطالة؟ أنا تحرك 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 تحرك، أنت علاش على لا شيء؟ لا، أنت عطالة على الشيء، أنت باغا شي حاجة من أمك، أنت باغا شي حاجة من باك، باغا شيء، حيت راك شتيهم يا اما عطاوها لشي واحد من خوتك يا اما شتي الناس عطاوها لولادهم، وانت تقارني ما بين الوليدات الاخرين وشنو كيعطيوهم والديهم. ياك راك حتى كنقولوا اعطيني الحنان اعطيني الحب، كنقولوا اعطيني. واش اللي كيتعطى هو الشيء ولا لا شيء؟ شنو اللي كيتعطى؟ هو الشيء اللي كيتعطى، هو اللي كيتعطى هو الشيء. انا غنوضحها لك. جوحة دخل واحد السوق، بقى معايا بقيت صفقي باش نعرفك، بقى معايا بقى معايا بقى بقى معاك. فيقي فيقي فيقي، الدماغ ديالك راه جامد 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 بنتي. واو 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 واو. جو واحد دخل واحد السوق، نصحك بقى دير الرياضه مع الفجر، بقى مع الفجر شدي واحد الحبل، بقى دير الحبل ونقزي في البرد، حلي الشرجم خص يكون شويه البرد حداك، والزازات راه فيها دابا الثلج تبارك الله غادي يبرد الحال، حلي الشرجم بحال البرد، بقى دير لاكورد صوتي 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 ونقزي. راه عندك عندك واحد الخمول. شحال دابا في عمرك وفاء؟ عندي 30 عام. 30 عام. ناري ناري ناري، الخمول تي اكثر من يوسف. مازال يوسف راه عنده غير في الطاقه ديال الصوت، انت راه عندك في الحركه ديال الدماغ، راه واعر عليك. جا واحد دخل السوق، لقى واحد السيد تيسعى كنسعى والله كاملين، عطاه واحد قرش، مشى شرا خبزه بداك القرش. هو يمشي حدا مول الشوا، واحد عنده شوا كيشوي القطبان، مشى عند مول الشوا، ما عندوش باش يشري الشوا، ما عندوش باش يشري اللحم، هو يحل خبزته ودارها فوق الدخان، وبقى يبخر هذاك الدخان الشوا، بغى يعطرها. مول الشوا هو يشنق عليه، قال له اش كدير؟ قال له سيدي كنبخر الدخان، الدخان طالع السما غادي وحالو، انا كن. قال له تخلصني، قال له قال له تخلصني، او قال له انا كنشوي، الا جا كل واحد يدير خبزته فوق الدخان عندي ما بقاتش غادي يشري عندي انا الشوا، والله تتخلص. شوحة هو يشوف هاد الفيلم، هذا داير خبزته فوق الدخان، الاخر باغي يتخلص منه. هو يدخل جوحة، قال هذاك المول مول مول الشوا، قال له انا غنخلصك بلاصة السيد. قال له خلص. جوحة هو يضرب يدو لجيبو، جبد واحد جوج ديال الدراهم، هو يقرقبها ملو عند ودنه، قرقبها ملو عند ودنه، قال له انا خلصتك. قال له كيفاش؟ قال له هو كلا الدخان، انا خلصتك بالصوت. فهمتي شنو ولا شيء؟ فهمتي شنو ولا شيء؟ دابا شتي ملي قرقب له جوحة عرفو هو بخيل، وقال له هاد السيد راه ما خدا منك والو، راه انت اللي كتظن خدا منك شي حاجه، ولكن البخيل الله يجعله ما ياخذ عا الصوت شي حاجه ما يمشيش بلاش، هو يعطيه الصوت. فانتيا الا تقابلتي مع واحد الشخص ما قادرش يعطي، اللي هي امك، راه ماشي ما بغاتش، راه ما قادراش. دابا تخيل انا دابا تخيل دابا انا اسمك، نقدر نسمعك؟ لا. واش نقدر نسمعك انا اسمك؟ واش نقدر نشوفك ونعمة؟ يمكن. ها؟ واش نقدر نحس بك وانايا مفزع؟ يمكنش. نحس. إذا دابا أنت ملي كطالبي واحد ما كيسمعش يسمعك، شكون اللي صبح هنايا مفزع؟ أنا ولا أنت؟ كطالبي واحد ما كيسمعك، شتي اش كديري؟ شتي اش كديري؟ إذا دابا شنو غرضك؟
ماشي انه يعطيك اللي كطلبي، انك تعذبيه باللي ما قادرش يعطيك. اذا حقيقتك ماشي كطلبي يعطيك، حقيقتك انك كتعذبيه باللي ما قادرش يعطيك. اش بان لك، هذه حاجه عاديه ولا هذه حاجه هذه حاجه عاديه ولا حاجه عرضيه؟ صراحة حاجة عرضية باينة، ولكن ما يدري براه نفسي هي اللي ما فهمتي بحال هكا تقول يا خودي حقك، يعني حتى انا راكي ظلمتيني فهمتي بحال هكا. خذي حقك، غتمشي وتبقى تعضي امك كل مره عدها وحيدي ليها اللحم. يلا سير سيري عري لها في خضها وهبطي ونسفي، خذي حقك من اللحمه تقدري. لا الله يحفظ لك. ورا هذا الشيء اللي خدامه كديرها بنتي دابا، راك خدامه كتقطع لها في اللحم ديالها بنتي. الله ملي دوالينا على النميمه كيفاش وصفها؟ كأنك تأكل لحم أخيك ميتا فكرهتموه. هذا غير تعبير مجازي والعرب تفزعوا. ودابا راه الشيء اللي كديري يا بنتي. نصحك سري استغفري، حيت دابا راك قربتي تصبحي قاسي القلب، واللي صبح قاسي القلب ما يبقاش يفهم. واعر عليك يا بنتي، واعر عليك، غتولي قاسي القلب يا بنتي وفاء. بعد ما كنتي ضحية غتولي دابا انت هي مجرمة. دابا كنتي ضحية وكانت الرحمن الرباني نزل عليك، دابا غتولي انت هي مجرمه. بحال واحد اغتصبوه في الصغر كبر يولي يغتصب الاطفال هو. ها واش بحال بحال واحد في الصغر كان ضحيه كبر يولي مجرم؟ لا سيدي،